احنا هنروح لارض الملعب وزميلنا طبعا فاروق صلاح ولقاء مهم مع الكابتن ايمن غزلان المدير التنفيذي او القائم باعمال المدير التنفيذي في اللجنه المؤقته. اتفضل فاروق. من جديد بجد التحيه بيك يا كابتن ايسم وبضيوفك الكرام وكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان قبل يعني لحظات ودقائق من انطلاق المباراه الختاميه اللي بتجمع ما بين المنتخب المصري والمنتخب المغربي. يسعدنا ان يكون معنا في هذه الاثناء المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكره الطائره باشمهندس ايمن غزلان. باشمهندس برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي. انا عارف ان انتم بذلتوا مجهود كبير على مدار الفتره الماضيه في ظل عدم وضوح رؤيه اقامه البطوله، وكان عندكم تصميم ان انتم تقام البطوله في موعدها، وبالتالي بنجني الثمار اليوم في الحفلة أو يوم الختام. بحييك وبحيي كل مشاهدي قناة النادي الأهلي. الحقيقة فعلا زي ما حضرتك بتقول كان في ارتباك شديد جدا بالنسبة لإقامة البطولة. بسبب إيه؟ بسبب إن حصل تغيير في رئاسة الاتحاد الأفريقي، وطبعا تغيير الاتحاد الأفريقي نتج عنه نقل المقر من القاهرة إلى الرباط في المغرب، وطبعا ده عمليه بتاخد وقت، عمليه الترانسفير من مكان لمكان والستاف ده كان مش موجود اصبح، فعمليه الارتباك والتسليم والتسلم دي خدت وقت طويل جدا، فما كانش متاح قوي ان الظروف ان البطوله تتعمل. النقطه الثانيه ان تزامن الكلام ده مع جائحه كورونا ذروت الموجه الثانيه. فالحقيقه المشهد كان واضح تماما ان احنا مش هنقدر نعمل البطولات دي، والاتحاد الافريقي بعت جواب قال ان احنا في الغالب او بما يعني ان غالبا هنشغل يعني تأهيل لبطولة العالم هيبقى عن طريق الرانكينج بتاع الاتحاد الدولي اذا ما قدرناش نعمل بطولات، وكان مدي ديدلاين او ميعاد نهائي عشان الكلام ده يتعمل 28 فبراير. لغايه 20 فبراير ما كانش في اي صوره ولا اي وضوح ان البطولات دي هتتعمل، لغايه لما الدنيا اتحركت وفجاه شورت نوتس قال لك لا عايزين نعمل البطولات. فاحنا اتبلغنا بصوره طبعا متاخره جدا، ولكن الحمد لله قدرنا ان احنا نعمل استعدادات معقوله جدا، والمنتخب دخل في معسكر مغلق في احدى دور القوات المسلحه وبدا التدريب، والحمد لله النتائج زي ما انت شايف التنظيم والبطوله، وان شاء الله احنا مرشحين طبعا مركز اول، كسبنا الكونغو وكسبنا الكاميرون، النهارده عندنا ماتش النهائي مع المغرب، ربنا يسهل يعني. باشمهندس يعني التنظيم، انا عايز اتكلم على التنظيم وهو امتداد للمسيره المصريه في المحافل العالميه في الفتره الاخيره بتشهدها الدوله المصريه. الجميع بيشيد بمصر وتنظيمها في كافه المجالات سواء في كره القدم سواء في كره اليد او الكره الطايره. الحقيقه طبعا احنا مصر يعني سباقه في هذا الكلام وليها الرياده والاولويه، واحنا طبعا عندنا الكوادر اللي حافظه الشغل، يعني من اول لجان الاستقبال والمراسم والتسكين والمنطقه والانتقالات والوجب كل والاقامه كل حاجه بتبقى متنظمه، والملاعب في ناس مسؤوله في لجان في كل حاجه، الامن الملاعب المراسم الاستقبال الاقامه كل الكلام ده ليه لجان متخصصه ولجان فاهمه شغلها على اكمل وجه. وبالتالي الحمد لله زي ما انت شايف البطوله ماشيه في مسارها الطبيعي وبمنتهى السلاسه ومفيش اي شكوى ومفيش اي حاجه. طبعا الاحترازات الطبيه عشان الكورونا، عندنا الدكتور محمد يونس رئيس اللجنه الطبيه، وفي تعليمات اللي جابها الاتحاد الدولي عند بدء اعاده النشاط وزعناها على كل الناس، ودينا كل واحد جزئيه التخصص بتاعه، وعملنا تحاليل طبيه لكل الناس اللي هتبقى مشتركه في البطوله، بحيث ان اي حاجه هيطلع فيها بوزيتيف في كورونا بيعزل فورا او بيستبعد. فالحمد لله الامور ماشيه كويس جدا يعني. رساله حضرتك الاخيره للاعبي المنتخب المصري قبل خلاص دقائق من انطلاق المباراه الختاميه قبل المنتخب المغربي. المنتخب المصري الحقيقه قدم مباراه قويه جدا قصاد الكاميرون. الماتش الاولاني كان مهزوز شويه لان كان لسه في اول بطوله، ولكن قصاد الكاميرون عملوا ماتش رائع وجميل جدا، والنهارده ان شاء الله هيأدوا باب نفس الروح. واحنا طبعا عندنا رئيس البعثه قاعد معاهم كابتن ايهاب عزمي، وفي ترتيب ان هم ان شاء الله يعني يفوزوا بالبطوله ان شاء الله. نشكرك يا باشمهندس. شكرا كابتن ايسم. ده كان لقائنا كابتن ايسم مع الباشمهندس ايمن غزلان المدير التنفيذي للاتحاد المصري للكره الطائره قبل لحظات من انطلاق المباراة الختامية اللي هتجمع ما بين المنتخب المصري والمنتخب المغربي. اتمنى طبعا كل التوفيق للمنتخب المصري ويفوز في هذه المباراة ويتصدر مجموعته. من جديد تعود الكلمة ليك يا كابتن هيثم ولضيوفك الكرام. شكرا مراسلنا طبعا فاروق صلاح من ارض الملعب. لقاء مهم مع المهندس ايمن غزلان عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة والقائم بأعمال المدير التنفيذي.